بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الدارسين سنتناول في الجزء التالي من المحاضرات الوظائف الإدارية المختلفة سنستعرض في هذا الجزء بداية وظيفة التخطيط سنبدأ الآن في تناول أولا مفهوم التخطيط التخطيط هو اتخاذ قرار في الوقت الحاضر بما سيتم في المستقبل وكيف سيتم ووقت إتمامه ومن سيقوم به. إذا التخطيط هو جسر يرتبط يربط ما بين الحاضر والمستقبل أو ما بين ما نحن عليه الآن وما نريد أن نحققه في المستقبل. ومن المفهوم السابق نجد أن طبيعة التخطيط تعني ما يلي: أولًا أن التخطيط هو اختيار ما بين بدائل. اثنين التخطيط ينظر إلى المستقبل ولا يتجاهل الماضي أو الحاضر. ثلاثة الطبيعة الاستمرارية لعملية التخطيط. أربعة التخطيط يعني اتخاذ قرارات خمسة التخطيط يبدأ بعد تحديد الأهداف نستعرض بعد ذلك أهمية التخطيط ويمكن أن نحدد دواعي الحاجة إلى التخطيط وأهميته في الأسباب الأتية أولا أن التخطيط يرشدنا إلى الطريق المناسب لتحقيق الهدف ثانيا أن التخطيط للمستقبل يجعل المنظمة أكثر مرونة في تعديل أهدافها ثالثا النظر على المستقبل من الوقت الحاضر يجعل المنظمة أكثر استعدادا لمواجهة أي تطورات مفاجئة في بيئتها التي تعمل بها. رابعاً، نظراً لندرة الموارد المتاحة، فإن التخطيط يرشدنا إلى اختيار أحسن البدائل التي تحقق أفضل العوائد. خامساً، يقود التخطيط إلى تصميم وتطوير معايير للأداء تساعد على مزيد من الرقابة الفعالة للمدير. وينبع ادراكنا لاهميه والحاجه الى التخطيط من العوامل التاليه اولا الفجوه الزمنيه بين القرار الحالي ونتائجه المستقبليه ثانيا تزايد التعقد التنظيمي في المنظمات ثلاثه التخطيط ضروري لممارسه باقي الوظائف الاداريه اربعه تزايد المتغيرات في البيئه الخارجيه للمنظمه ومن الاربع عوامل السابقه تزداد اهميه الحاجه الى التخطيط. ناتي بعد ذلك الى مبادئ التخطيط. للتخطيط عده مبادئ تتمثل اهمها في سبع مبادئ اساسيه. نتناول تلك المبادئ تباعا. اولا المبدا الاول وهو المساهمه في تحقيق النتائج. يتناول هذا المبدا ان طبيعه عمليه التخطيط لا تبدا الا بعد تحديد الهدف وذلك بغرض المساهمه في تحقيق هذا الهدف المبدا الثاني يتناول انعكاس التخطيط على الوظائف الاداريه الاخرى بمعنى ان التخطيط يجب ان يتغلغل في كل في كل الوظائف الاداريه الاخرى من تنظيم وتوجيه ورقابه المبدأ الثالث شمولية التخطيط، فالتخطيط وظيفة يقوم يقوم بها كل مدير في المنظمة، ابتداء من المدير العام في الإدارة العليا مرورا بمديري الإدارات في الإدارة الوسطى، وحتى مشرف العمال ورؤساء الأقسام في الإدارة التنفيذية. المبدأ الرابع مبدأ فاعلية التخطيط، وهذا المبدأ يعني أنه يجب أن يكون النتائج التي يحققها التخطيط أكبر من تكاليف إعداد الخطة نفسها. المبدأ الخامس: مرونة التخطيط. ويعني هذا المبدأ أن الإدارة أثناء التنفيذ قد تفاجأ بظروف متغيرة ولم تضعها في الحسبان. وعلى ذلك، نظرا لوجود تلك الظروف الخارجة عن إرادة الإدارة أثناء التنفيذ، يجب عدم الاكتفاء بخطة واحدة حتى يمكن اختيار أحد الخطط البديلة في حالة استحالة تطبيق الخطة الأصلية. المبدأ السادس: عدم المبالغة في تقدير الإمكانيات، وهذا أن يجب على الإدارة عند القيام بتحديد الأهداف أن تراعي الدقة والموضوعية والواقعية في تحديد تلك الأهداف. المبدأ السابع: إعداد وتصميم النماذج الرقابية، ويمكن أن تشمل هذه النماذج المعلومات التالية: خطوات ومراحل التنفيذ، العمل المطلوب تنفيذه في كل مرحلة، ما هي الأهداف المطلوب تحقيقها؟ في كل مرحلة، طريقة تنفيذ كل مرحلة، الوقت المطلوب للتنفيذ، استعراض وسائل الرقابة وقياس النتائج ومقارنتها بالأداء. إلى هذا الحد تنتهي محاضرتنا الخاصة بالجزء الأول من التخطيط، وسنستكمل أهداف التخطيط والعوامل المؤثرة عليه في الجزء التالي من المحاضرة التالية إن شاء الله.